مره انا حصل لي موقف مشابه زي ابو حاتم ولي هنا الربع. نعم طال عمرك. فقابلت واحد مسؤول في احدى البنوك، مسؤول كبير، فشاركت انا وياه في عمل خيري داخل هنا في بنك سعود وفي مساعده بعض الاسر المحتاجه. فقال لي ابو عبد العزيز هذا رقمي، اذا في جمعيات محتاجه كذا وموثوق فيها. طبعا انا اخذت على المحمل الصح، بس اني قلت يعني وش بي، يمكن يقدمون 10,000 20,000 يا ابو خالد. والله اني هذا تفكيري، يعني انا ناسي موضوع هالرجال. وقابلوني واحد الاخوه في جمعيه في جيزان يا ابو نايف، قالوا لي والله ان جمعيتنا ضعيفه. قلت والله شوف هذا رقم رجال معرفتي به، ترى مره مرتين قابلته، كلموا لعله يساعدكم بشيء. الموقف بعد هذه ما ادري موضوع سنتين، بعد سنتين رحت جيزان انا. فالمهم اللي كان مستضيفني هناك قال في واحد من اهل جيزان يبغى يضيفك في بيته باي طريقه، ما فيه، قلت ضيافتك لازم. قلت انا انت عارفني ما انا بحب، انا جاي نتمشى معي مجموعه من رجال اعمال اصدقاء لي كذا. فقال هذا بالذات لازم توافق له يا ابن حلال. قال والرجال والله حاط ورحب ترحيب وحاط ان ذاك العشاء والاهتمام. انا ما اذكر، قال انت نسيت الموضوع. قلت اي موضوع؟ قال تذكر موضوع اللي نسيت. انا قاعد اتذكر لان ذكرت بعض اطراف الموضوع. قلت طيب وش صار عليكم مع الرجال؟ قال والله يا ابو حاتم في اسبوع، بعد اسبوع 3 مليون في حساب الجمعيه. ما شاء الله 3 مليون في حساب الجمعيه. اهلا بخير. قلت والله ولا فكرت ان هذا الشيء ولا جبت. قال والله 3 مليون ولا كنا نتوقع، احنا كنا ندور النص مليون والمليون متى يجينا. والله اهلا بخير. ودائما الواحد يعمل ناس يدورون الصدق بس. الله اكبر.